السلام عليكم، شو اخبار؟ ان شاء الله تمام. جيت لكم اليوم مقطع جديد. اليوم بسوي رياكشن واحد قدر والله صدق. المقطع هذا بيكون مصور قبل ما ينزل لك تقريبا بشهر، فاي شيء ينزل انا ما ادري، بنزل بصور على المقاطع اللي نشيلها الحين. يا الغدر الولد والله العظيم. ممكن هو اكان تيك توك، اتوقع خرب تيك توك اللي خرب سمعته. يعني بفرجيك الحين اقدر مقطع هو الحين موجود عنده حاليا. اللي ما اعرف منه الكابل عبودي واخته عيشه. يلا خشوا معي الحمام، يلا سريع. ايوه تعالوا خشوا معي الحمام اقول لكم. ايوه تعالوا يلا يلا. طيب أيوة. شوف هاي اخته، تمام هاي اخته. قبل كان يهبد معاها سباحه مع اخته، اتوقع تعرفونه، تعرفوا سباحه مع اخته من شقده. اوكي مره ثانيه، لا مو مره ثانيه، الحين جاي معاه بنت حبيبته او شيء. هم اصلا عايشين حالهم هنا اتوقع، مو بالسعوديه هم، ما ادري، المهم انهم عايشين حالهم. في واحد كاتب فضيحه اصلا من زمان، واحد شوف ايش كاتب اصلا. فضيحه عبد الكبو، عبد الكبو العبودي، تبون تكمله تعالوا تيلي في البايو، بنزله بكره الوقت 7 عشان الكل يكون موجود. طبعا انا نشر مين؟ نجلاء. انت اللي معروف وصاخته، هذه اقدر من التيك توك، من التليجرام. الله يلعنك. طبعا يعني اختك هيك، الله يلعنك يا ابن طاهر القلب. طبعا وين عيوش اللي هي اخته؟ يعني الدين الاسلامي يقول لك انه لازم البنات الحال والشباب الحال، تمام؟ وفي ناس ينامون مثلا الشباب والبنات مع بعض، اوكي زي ما شفنا العيال ينامون مع بعض، بس كل واحده يسري يا اخي. الله هاي ايه، فشوفوا انا وهذه وعيوشه يا اخي. شباب شوفوا، انا سمعت انه هو افغاني. شوف شباب، هذا حتى ما يقدر يقول حبيبتي، ما يقدر يقول زوجتي شيء، لانه هو اصلا ما يعرف حقتي اي شيء. اول مقطع ادخل له بحساب، شوف ايش هذا، تشوف الكلام اللي قاله. انا شفت المقطع، شوف الكلام اللي قاله. الله يهديك. تتمرن 3 دقائق لانها متينه من ورا شوي، وخويتي تتمرن 2 دقيقة لانها نحيفه من ورا شوي. هذا الفرق، لازم تتعلمون مني انا المدرب. هذا يصير اللي ابوه مو موجود. اوه هذا ايش؟ هذا ايش؟ اليوم اقوى تحدي الموز على السناب. اليوم اقوى تحدي الموز على السناب. اقوى تحدي في التاريخ التيك توك. مين ياكل يا هل اخته ما كانت تلبس كذا؟ انا كنت اتابع مقاطع او اتوقع سويت عليه مقطع قبل. يا اخته ما كانت تلبس كذا، والله كان مستر يعني، كان مستر يعني صدره كان لين هنا، تلبس كنزه، كانت تلبس بطلون طويل. شو الغدار ذي؟ شو واحد كتب ورفعته وصار ايه؟ الله يحفظهم يعني. اكبر موز وباسرع وقت. ايه انا سباح وهي سباحة، راح اسبح زي الحوت. حوت شوفيني الحين راح اغوص. يا هلا فلت اخته. يلا نعبي المسبح فل فل، سوي تحدي وانت قل فل. شوف حتى انا قاعد يقولش الخراب. اسمعي الحين احس بجوع. المقالب هذه ما لحد يصدق، انت الوحيد اللي تصدقها، لانه هذا شعارات ماسنجر، والماسنجر ما حد يستخدمه، بس المصاريه والشيء بس. هو اللي شعره تيك توك. ليش ما تدخلي في الاسلام؟ كنا نشجعك تدخل الاسلام، هو يدخله وهو يطلع. ليش ما تدخلي في الاسلام؟ ترى الاسلام ندخل الجنه ان شاء الله. يا اخي نقطع كيكه الاسبوع الجاي ان شاء الله وندخلها في الاسلام، مو غصب يعني كذا بالحب وعلى السناب كل شيء، صح؟ ليش ما شخرها تزم يا بابلو مع صوت المقطع. فقال اخذها كذا من باب الطقطقه، هو يفكر انه ماخذها من باب الطقطقه، لكن لا يا حبيبي ما انت ماخذها من باب الطقطقه، اوكي؟ الله يقطعك، هذه امانه عندك، الله ياخذك. ماخذ الاسلام تحدي، استغفر الله. والله بياخذ الاسلام محتوى بكره هذا، بعدين اذا انت مسلم اقص ايدي يا رجال. مو زين اخباري بالي يمك. شوف ايش المقطع هذا؟ المقطع هذا عليه 4 مليون مشاهده، 400,000، اوكي؟ معروف عشان ايش؟ انا قلت عشان خلفيته صغيره. شوف الله يثبت علينا ويسترنا يا رب، يبعد من الخرا هذا. في واحد هنا قاث امه يا رجل. ادخلي في الاسلام سريع. لا اله يا اخي ما تفهم هذه الحين، لكن ان شاء الله الاسبوع الجاي على الخرا اللي قاعدين تسوونه انتم ما راح تدخل، صدقني ما راح تدخل. ممكن تعلمها الاسلام، بتكون انت فهمان وش الاسلام، انت داخل الاسلام، اختك داخل الاسلام، الله ياخذك انت واختك. مو زين اخباري بالي. هذا المقطع اللي عندهم فوق فوق.
الرب. عندهم مقطع على 5 مليون هذا تقريبا بدايته، دانت ما جابوا البنت هذه او هم راحوا لها اصلا. اي والله على نياتها يا عيال، يعني هي ما هي فهمانه انه هذا الشيء غلط عندنا او شيء، هي اصلا ما هي عربيه، هم اصلا يمكن ما هم عرب. انطوني يسلم عليك. الله يسلمه. قولي الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك وشكرا. عفوا. استغفر الله العظيم. يا رب انطونيو معروف منهم اللي ما يعرفه. استغفر انطونيو حق افلام الباحث. واحد دونت جود اوكي، هو عرفان منهم، خذها مني هو عرفان منهم، بس اخته ما هي عرفان. شو اللي سلمي عليها؟ الله يلعنك. بس شوف كم تعليق، شوف كم تعليق، بس انا شوف كم تعليق. 800 برجع للمقطع هذا، المقطع هذا برجع يكون في الجيكون. هذا مقطع عليه 915 كومنت، من بين 915 كومنت ما قدر ياخذ الا المقطع انطوني يسلم عليك. يا ولد هذا بيسوي شو؟ شو المقطع هذا؟ ايش واحد كاتب له؟ اختك سباحه. اختك سباحه؟ اي امي بعد سباحه، ترى ابوي بعد سباح، كلنا سباح. شوي ليش كذا مرجله؟ اوكي عشان تعرف انه اخوه مرجله. كلهم اصلا سباحين. ايه متابعينا بعد سباحين. لا مو كلهم. اختك سباحه. اختك انت يا كلب، اختك انت. ما يا حليفه تعرفونها؟ اي اي ايه اللي سوت سوت لي عمليه في ظهري. اي في مستشفى، هي مستشفى. في كذب. الدنقلي يحبك، احنا بعد نحبه. ايه الله يحفظنا. انا اختي بعد تحب الدنقلي، وانا بعد احب الدنقلي، ابويا بعد انا كلنا نحب الدنقلي. الله يحفظ. الله ياخذك، إن كنت ما تعرف الله ياخذك، لا إن كنت ما تعرف بسامحك، وإذا كنت تعرف الله ياخذك، لأن الدنقلي كلمة وصخة، وهو قاعد يقول إن أخوي أخو أختي تسلم عليك، الله يلعنك، يعنيك أنيق وجهك. محمد قاعد تسوي؟ يا أخي الله يسعدك. شكراً. أنت إنسان طيب، قلبك أبيض، شكراً مرة، شكراً على الكومنت الحلو. أنيق. شوف اخته ما يفهمه، خذها مني، اخته ما هي فاهمه اي شيء، انه هذه الكلمات اكثر شيء موجود عندنا احنا شباب، تقعد تسب فيها اخويك شيء، واقص ايدي انا اقصها من شرشها اذا كان هو ما فاهم اي شيء يعني، دامك ماك فاهم، دام قال لك انيق وجهك بحس انه انيق وجهك، قال يسلمك حتى انا انيق وجهك، ما الولد مسوي حاله مسطول والله العظيم. انا احب اختك. الله يسعد امك، يا اخي انت شخص عظيم. هذا هو نفسي يمكن صح؟ شكرا لك على الحب. حنا بعد الله يسعدك. شكرا. شوفكم اختي كيف كانت لابسه قبل ما يتعرف على اخوي وتعرف قولته. اخته كان شوي مسدر اوكي. ابوك عسكري؟ لا ابويا سباح. سباح ماهر. قائد القوات البحرية. أمي بعد سباحة، كلنا سباحين. هذه ليش صرت تغير مغلب؟ أمك مسيحية؟ كانت مسيحية أسلمت على يد الغالي، على يد أبونا. أي الله يحفظها لنا. يا يعني هذا شفي مسوي ضايع يعني. بعدين الإسلام المسيح واليهود ما دخل، ما يربوا كذا شكيلات. حتى التيز يحتفل معانا، شوفوا بس كل عام. والله ما حد تيز إلا أخوك. بس أوكي، بس والله لو يمسكونكم الباكستانيين ليشقونكم شيء، خصيصا أنت طبعا باكستانيين. أنا سمعت إنه أفغان، ما أدري كنت بيكونوا سعوديين. والله لا يقبالي بشي جاموز لعنه بفاطسة كنت بدك قاعدة مرجنة. تقدر تهز؟ ايش هذا؟ كفو رجال. ايش هذا؟ ايه انا سباح وهي سباحة، راح اسبح زي الحوت. حوت شوفيني الحين راح اغوص. يلا شفيك مصعلك انت يا رجل، شفيك مصعلك مرة، مصعلك يعني نحيب مرة يا رجل. قول ليه بخت هنا تعرف عليه بداية بالبداية. جانا زمن ما عاد فيه رياجيل. روح الطيب تركاله. اي والله يا تركاله. جانا زمن ما عاد فيه رياجيل. روح الطيبين وراحت علوم رياجيل. جينا حنا نرجع الطيبين وعلوم رياجيل. مبين. شوف هذا والله، شوفوا هند القحطاني في دبي لقيناها اخيرا. يا شوف حتى اخته مواقع تقول له ايش الخرا ذا، ايش الخرا هذا اول مقطع لهم. شوف كيف مصور اخته. شوفوا هند القحطاني في ما اعرف ايش مقصد.
تمام. الله ياخذك. شو أول مقطع عنده هو ضرب 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 7 مليون تقريبا. الله ينعم. بس معروف يعني أنت شوف 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 هذا ثمنيل كيف تعال فلت فلت تيش ليش 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 هذا كانت فعاليتنا في سناب دي. شوف عبود لا تحسس إنك ماك فاهم يعني. أقص إيدي إذا ما كنت فاهم أوكي. أنا أقص إيدي إذا ما كنت فاهم. شيء حالك ماك فاهم يعني يكذب يا أخي. الله يثبت علينا عقل الدين يا رجل. استغفر الله العظيم. أنا أول ما قطع لي هنا وزكت معي. أوكي شباب يعني نكون وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك. حساباتنا موجودة تحت في صندوق الوصف. حساباتنا مين حسابي بس والله ما حط والله ما حط. استغفر الله يعني زكت معي والله زكت معي زكت معي. أبوه درجة والله والله اسمع تقدر تسوي كل شيء عشان تنشي والله تقدر تسوي كل شيء. يا شو تصلح لحالك لا تجيب خواتك. شباب يعني نكون وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك. وحساباتي موجودة تحت في صندوق الوصف. أكثر وكان موجود على السكرام. السكرام بث لأي وقت موجود عليه وبس. باي باي.